إشراق العالمية، ساعة ونص من عمر الزمان إن شاء الله حنكون معاكم في إشراق. ودائما الصباح بيحمل النشاط والحيوية، وكل الناس دائما في عمل دؤوب ونشاط متواصل بالتأكيد. وهذا الصباح إن شاء الله يكون سبت أخطر على كل أحبابنا ومتابعينا عبر إشراق العالمية. محطات إن شاء الله حتكون حاضرة في صباح اليوم، نبدأ إن شاء الله بكبسولة طبية. ودائما الاهتمام بالصحة واحدة من أولويات قناة العالمية وإشراق العالمية بالتحديد. لذلك سيكون معنا حاضر الدكتور أحمد عطية دهشان، استشاري التغذية العلاجية والتجميل. أهلا وسهلا بك وصباح الخير. الله يبارك فيك، الله يديك العافية، منورنا عبر إشراق العالمية. ربنا يبارك فيك، ربنا يديك العافية، ربنا يكرمك. دكتور أحمد عطية، الكثير من الناس بيهتموا دائما بالجانب الصحي، وده شيء مهم جدا، وهنالك بعض الأشياء ممكن تكون في حاضرة في كبسولة طبية لهذا اليوم فيما يخص موضوع مهم جدا. وكثير من الفتيات يا دكتور يعني بيكون مهتمات بالجانب بتاع السمنة وبهم النحافة، فلذلك الليلة اللي حنخصص موضوعنا عن النحافة، ونتعرف أولا شنو النحافة، بعدك نشوف الأسئلة اللي ممكن تكون حاصلة. تمام، زي ما انت قلت كده واكدت ان موضوع النحافه يكاد يكون موضوع، يعني هتلاقي اغلب القنوات كلها بلا استثناء لما تيجي تتكلم تيجي تتكلم عن السمنه، لان كل الناس بتفكر بتحب الحاجه دي، يعني بتفكر على ان السمنه، ان احنا يعني نفتكر على كل اغلب الحلقات ممكن 99% من الحلقات عن السمنه. لكن بالفعل في العيادات بنشوف حالات كبيره جدا عن النحافه، عشان كده كان من الضروري ان احنا نبدا نوعي الناس. للاسف هنا في ناس بلا استثناء تقعد فترات كتيرة كبيرة جدا تاخد أدوية معينة علشان تجهز للجواز، يعني هنا الموضوع ده يكاد يكون منتشر. صحيح. عشان كده يا جماعة عايزين بقى نتكلم في الجانب الطبي، بعيد بقى عن كلام الناس والدجل والشعوذة، وان انا لازم اخد الحباية الفلانية، وللأسف حاجات غير مرخصة. أيوة، في البداية ما نيجي نتكلم عن تعريف النحافة نقدر نقول ان هو نقص وزن الجسم عن المعدل الطبيعي. لو تتذكر كده في الحلقه اللي فاتت كنا لما جينا نتكلم عن ان احنا ازاي نعرف الوزن الطبيعي بتاعي، ان احنا نطرح من الكتله، نطرح من الوزن من الطول بتاعنا 100، يعني لو انا طولي 170 يبقى الوزن الصحي بتاعي 70، يبقى اقل من كده نحافه، يبقى احنا كده عرفنا ايه هي النحافه. يعني طبعا من الضروري جدا لو انت تتكلم عن النحافه لازم نعرف ايه هي الفحوصات الطبيه، ان انا دلوقتي خلاص انا عندي نحافه، طب ايه السبب؟ هل انا هاخد حبايه الفلانيه دي تمشي عليها لفتره كبيره جدا من الوقت هي اللي هتكون العلاج للمرض؟